يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمجموعة من الطلاب أن يكرموا أحد المدرسين علما بأن المدرس لا يدري عنهم، حيث تقدم له الجائزة أو الهدية بأسماء الطلاب ولا يدري عن أفرادهم؟ لا، لازم يبي يدري، إذا أعطي شيء يبي يسأل منين هذا، ما هو بجايه من السماء، يدري أنه ما هو بنازل عليه من السماء، ولا إحنا أحد إلا الطلاب حوله، فلا يجوز هذا. نعم.